طيب انا بس بدي شيء بدي اوضحه، يعني دحين لازم انزل هو تطبيق منفصل اللي هو وي وتيك توك نوتس، برضه تطبيق منفصل لازم احملهم؟ منفصل نعم، ولكن تسجيل الدخول بالعادة يكون بربط تسجيل الدخول الأساسي اللي موجود عندكم في تطبيق تيك توك مع هذه التطبيقات، هتلاقوا الموضوع جدا سهل في تسجيل الدخول وبدأ باستخدام التطبيق. بس يعني يعتبروا تطبيقات منفصل، يعني ما هو نفس التيك توك اللي هو راح أفتحه اللي هو تيك توك حقي ولا لا؟ صح 100%، هيكون تطبيق منفصل ولكن أكيد متاح الربط على تيك توك. الحين هذه نقطة جميلة لو ذكرناها. أيوة. ليش التطبيقات دائما تربط الحسابات ببعض؟ زي لما شفنا إنستغرام وشفنا بعد إنستغرام جابوا ثريد. أيوة. ليش إنهم يجيبوا مع بعض ويصير الربط ما بينهم؟ لأنه يسهل انتشار التطبيق بشكل أكبر ويصل لشريحة عندهم أوريدي متابعين، فبالتالي ربط الخوارزميات أيضا ربط التطبيقين فيزيائيا ببعض إنهم من خلال التطبيقات ربطهم يخلي الانتشار أسرع وقابلية الانتشار أسرع. فنلاحظ إنه إذا وصل بشكل رسمي لدولة يبان لكم زي الأيقونة أو خيار أو التنبيه اذهب إلى وي، حمله على أساس أنك تحصل عليه. فهنا نعرف إنه المستخدمين اللي هم مليار وشوي على تيك توك يقدروا يحصلوا على طول على وي أو يجيهم تنبيه بوجود وي، وهنا نعرف انتشار تطبيق وي حيكون أسرع بكثير. يظل نوعا ما ماني بذاك الحماس من ناحية تطبيق مخصص للصور في هذا الزمن.